مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة للأخبار من فضائية الخرطوم، أبدأها بأبرز العناوين. وللخرطوم يجري مباحثات مع شركات ومستثمرين أتراك لينفذ مشروعات حيوية للخرطوم. وللخرطوم يقوم بجولة تفقدية للريف الشمالي بمحلية كرري. وزارة الصحة الاتحادية تعلن انطلاقة الحملة القومية للتغطية الشاملة بالناموسيات المشبعة للعام 2022. أهلا بكم. توقع قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري صباح اليوم الاثنين الموافق الخامس من ديسمبر للعام 2022 على مشروع الاتفاق السياسي الإطاري بحضور دولي واسع ومنظمات المجتمع المدني وقوى سياسية، فيما أمن اجتماع أمس الأول بين الطرفين على التفاهمات التي تم تلخيصها في الاتفاق الإطاري الذي يشكل أساسا لحل الأزمة السياسية الراهنة. كما يظل الاتفاق الإطاري مفتوحا للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطويره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية في غضون أسابيع محدودة، تمهيدا لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه. لقيت زيارة وفد ولاية الخرطوم إلى تركيا برئاسة والي الولاية المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة والتي نظمتها سفارة السودان بتركيا، لقيت صدى وحفاوة واسعة وحراكا اقتصاديا وسياسيا كبيرا في نشاطهم الاستثماري والتجاري في الخرطوم. فيما دعا سفير تركيا السابق بالخرطوم عرفان أوغلو الشركات التركية التوجه نحو السودان باعتباره من أفضل الدول التي تتوفر فيها فرصا واسعة للاستثمار بحكم تجربته ووجوده في الخرطوم لفترة طويلة. كما أجرى الوالي ووفده المرافق مباحثات مثمرة مع الشركات التركية التي تقوم بتنفيذ مشروعات حيوية بالخرطوم، غير أنها توقفت لأسباب مختلفة أبرزها استئناف العمل بمحطة الصرف الصحي ببحري والتي تقوم بتنفيذها شركة فايبر بعد التوصل معها إلى اتفاق بذلك. كما تم التواصل مع شركة بلوماك للبدء في تنفيذ محطة الحريزة بالريف الشمالي كرري. كما تم الاتفاق مع الجانب التركي على تكوين لجان عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المشروعات أبرزها مع اتحاد رجال الأعمال الأتراك باسطنبول وقنصلية السودان باسطنبول لمتابعة مشروعات ولاية الخرطوم، وأخرى بين الموساد أنقرة والسفارة السودانية لمتابعة مشروعات ولاية الخرطوم. كذلك تكوين لجنة مشتركة بين وزارة النقل تركيا والسفارة السودانية لمتابعة مشروعات البنى التحتية وتقديم الدعم الفني للولاية. كما انعقد لقاء جمع وزير المالية والاقتصاد الوطني والقوى العاملة أو جبريل إبراهيم ووالي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة وسفير السودان في تركيا نادر يوسف والقنصل العام في والسفير محمد أحمد تاج الدين وعددا من رجال الأعمال السودانيين المقيمين بتركيا وعددا من رجال الأعمال الأتراك في القطاعين العام والخاص. وتمت مناقشة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن الفرص المتاحة للاستثمار في السودان. وتطرق اللقاء لموضوعات البنى التحتية والاستثمار والإسكان والتعمير والنقل والخرطوم أثنى على دور السفارة السودانية وقنصلية السودان بإسطنبول والجهات المنظمة والمشاركة في الاجتماع. ولخص مشروعات الولاية المقدمة للتمويل والمشاركة عبر أنظمة البوت وتشمل مشروعات البنى التحتية وأعمال النظافة ومشروعات التطوير العقاري. كما قدم وفد ولاية الخرطوم عدة مشروعات في بغرض الدخول مع ولاية الخرطوم في شراكات وعمل مشترك لتنفيذ هذه المشروعات. وزير المالية قال إن السودان يحظى بفرص استثمار واعدة في المجال الزراعي والاستثمار في المشاريع الأخرى التي تعمل فيها الشركات التركية. نتوقع أن تأتي هذه سواء الزيارة ثمارها وطولها في الفترة القادمة عبر الاستجابة الجيدة التي يجدها من شركات ورجال أعمال، وأيضا يتم استئناف التعاون في إطار اتفاقيات بين السودان وتركيا في مجال النقل والبنى التحتية، حيث التزم الجانب التركي بتقديم
الفلسطين والدعم العام للسودان متعلق بالدراسات الفنية والتقنية ومتعلق بالتدريب والقدرات للاستفادة منها في تحقيق بنية تحتية جيدة ومواكبة للعاصمة القومية الخرطوم. شكرا. شدد وائل الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة على ضرورة الاهتمام بإكمال الإجراءات للمواطنين الذين لديهم استحقاق في الأراضي الذين أرهقهم السعي اليومي خلف النوافذ دون إجراء، وجاء ذلك لدى زيارته التفقدية لمكتب أراضي الفتح بمحلية كرري. دعا الوالي لإكمال النقص في القوى العاملة بالمكتب وزيادة عدد النوافذ حتى يسلم كل مواطن استحقاقه وفق الإجراءات المعمول بها. كما زار الوالي سوق الفتح 2 وقام بجولة على العمل الذي قامت به المحلية وموقف المواصلات، بالإضافة لوقوفه على العمل الجاري بإدخال الكهرباء بحضور المسؤولين من وزارة البنى التحتية وإدارة التمويل الأصغر ومحلية كرري ولجان الخدمات والتغيير. واستمع الوالي توضيح حول الإجراءات التي تمت، ودعا الإسراع في إكمال بقية الخطوات لإدخال الكهرباء لأكثر من 30 مربع. واستمع الوالي لشكاوى المواطنين الذين تضرروا كثيرا من وصول التيار الكهربائي. من ناحية أخرى، زار الوالي والوفد المرافق له أحد المدارس بالفتح 4 والتي شيدت على يدي أحد المحسنين السودانيين المقيم بالولايات المتحدة وبأحدث المواصفات العمرانية، شاكرا له هذا الجهد الإنساني في خدمة الطلاب وأسرهم. فرد من نهاية لنفايات بكرري بحضور الوفد المرافق له للزيارة، واستمع سيادته لتقرير مفصل من الأستاذ عماد الدين خضر مدير هيئة النظافة بالولاية في عمل المردم والفرز والرحيل في وإعادة تدوير والقوى العاملة في المشروع، بالإضافة للإشكالات التي يعاني منها. وأكد الوالي على أهمية المردم في المرحلة النهائية من النفايات ومعالجتها، ودعا لأهمية تشغيل مصنع التدوير ليحقق الكثير من الفوائد بعد رفع تقرير بشأنه، وفي أسرع فرصة ممكنة بالاستفادة من التجارب. ووعد الوالي بدراسة التقرير الفني الذي رفعته الهيئة بكل جوانبه عن التدوير للنفايات، عن تهيئة البيئة العامة للمردم ومصنع التدوير للنفايات وصولا لعمل مجود يحقق البيئة السليمة والمعافاة من التشوهات البصرية. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاقة الحملة القومية للتغطية الشاملة بالناموسيات المشبعة للعام 2022 في الفترة من 9 من ديسمبر وحتى 25 من ديسمبر للعام 2022، والتي ستنطلق في 13 ولاية وتشمل المناطق الريفية التي بها نسبة الإصابة بالملاريا، مشيرة إلى أنها تستهدف توزيع أكثر من 18 مليون ناموسية مشبعة بنسبة تغطية تبلغ 72.9% من سكان البلاد. وتعد هذه الحملة بأنها الأكبر في تاريخ الحملات السابقة لتوزيع الناموسيات في الأثناء. كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن توزيع الناموسيات المشبعة جزئيا ليس شاملا كل الولايات، وسيتم توزيع للمناطق المتأثرة بالملاريا والمناطق الريفية ومناطق التوالد الكثيف للبعوض الناقل للملاريا. وقال مدير إدارة العامة لتعزيز الصحة بوزارة الصحة صلاح حسن موسى لدى مخاطبته تدشين الحملة القومية التغطية الشاملة بالناموسيات المشبعة بقاعة وزارة الصحة ولاية الخرطوم، إنه سيتم التسجيل للناموسيات من بيت لبيت عبر تيم من الوزارة. الحملة دي جات نتيجة لدراسات علمية وأكاديمية في خلال آخر سنتين للملاريا في كل ولايات السودان وفي التحديد في ولاية الخرطوم. الحملة بتستهدف 33 مليون مواطن باعتبار أنها استراتيجيتها أنه الناموسية لشخصين، حتوزع 18 مليون 392,689 ناموسية في الفترة دي، وأكيد طبعا الإعلام هو شريك أساسي في نشر المعلومة الصحيحة ونشر التوعية بأهمية استخدام الناموسيات المشبعة.
عقد صندوق تنمية الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الخرطوم برئاسة الدكتور محمد زين عقد اجتماعا الأمس مع جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني والجمعية الإنتاجية للرعاة ولاية الخرطوم، وذلك في إطار الشراكات والتفاهمات المضنية لزيادة وتطوير الإنتاج. وقرر الاجتماع جملة من المخرجات التي تتمثل في تفعيل عمل مصنع البقرتين للأعلاف ومصنع البان طيبة والإسراع في توفير فاكسين أبو لسان، بالإضافة إلى إنشاء 10 مراكز لتوزيع الألبان تحت مظلة الصندوق والجمعية حتى نهاية العام في محليات بحري وكرري وشرق النيل وأمبدة. وأمل الاجتماع على الاستعانة بآليات وبآليات الصندوق في مجال تحضير الأرض وتوفير الأسمدة والتقاوى، إلى جانب توفير المصانع الصغيرة للألبان والموجودة لدى ديوان الزكاة. كما يتولى الصندوق إيجاد التمويل لصغار المنتجين بواسطة بنك الإدخار وبنك الثروة الحيوانية، على أن تشارك الجمعيات في تدشين أعمال البيع المخفض بأمانة الحكومة. مشاهدينا، هذا فاصل قصير، من بعده نعود لتكملة هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. تتواصل بمحلية الخرطوم حملات أعمال درء آثار الخريف والنظافة بإشراف المدير التنفيذي الأستاذ محمد علي شريف ومتابعة إدارتي التخطيط العمراني والنظام الصحي وهيئة النظافة. وتمت عدة أعمال متمثلة في تسوية لطرق والمال الإدارية وشارع مركز صحي الزهور وعدد من الشوارع الفرعية ونقل عدد 11 دور من القلاب من الأنقاض. كما قامت إدارة الملاريا بحملة للرش اليرقي استهدفت رش المصارف وكسورات المياه ومياه الصرف الصحي ورش الماكينات بالضبابية داخل المنازل لعدد مقدر من أحياء وحدة الديمة الإدارية. وتستمر الحملة إلى حين اكتمال كافة الأحياء بالمحلية. وتجيء هذه الأعمال ضمن الأعمال الجارية لمعالجة أثار فصل الخريف. وفي سياق آخر، تواصلت أعمال حملة مقابر فاروق استمرار الجهود المحلية في إزالة الظواهر السالبة داخل وخارج المقابر. من جهته، أكد المدير التنفيذي على ضرورة تسوية كافة شوارع المحلية وتجويد العمل في كافة المجالات خدمة للمواطن. عقدت بمحلية الخرطوم الورشة الختامية لقضايا الأئمة والدعاة لمعالجة القضايا الدعوية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والإسهام في حلها من خلال المنصات الدعوية، برعاية المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ محمد علي أحمد وتشريف مدير الإدارة العامة للشؤون الدينية ولاية الخرطوم الأستاذ طارق عبد الله، ومدير شرطة محلية الخرطوم والمدير التنفيذي لمركز المنتدى الإسلامي والمدير التنفيذي لمنظمة سبل السلام الخيرية العالمية، وبحضور مدير المناشط بالتنسيق بالولاية دكتور أيضا وبحضور مدير المناشط والتنسيق بالولاية دكتور شاع الدين محمد العبيد ومدير الشؤون الدينية بالمحلية عبد العظيم أحمد مستور والإخوة الأئمة والدعاة بمحلية الخرطوم والأخوات الداعيات. استعرض الأخ عبد العظيم مدير الشؤون الدينية بالمحلية خطة عملية المحلية لمعالجة قضايا الأئمة والدعاة واحتياجاتهم وقضايا المواطنين والظواهر السالبة. دعا دكتور آدم الغالي ممثل المدير التنفيذي للمحلية إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية والمجتمعية لمكافحة المخدرات والتوعية بخطرها وأثرها على شريحة الشباب، مؤكدا على حرص الدولة في مكافحة المخدرات برا وجوا وبحرا. وجاء ذلك لدى مخاطبته صباح الأمس برئاسة المحلية افتتاح ورشة محاربة المخدرات جهود الأمم المتحدة في هذا المجال بقيام مثل هذه الورش للتوعية بخطر المخدرات. وقالت دكتور جلال عبد الكريم ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المتخصصة في علم النفس أن آخر إحصائية لانتشار المخدرات وسط الشباب بلغت 13 ألف مدمن، وهم من وصلوا لمراكز مكافحة الإدمان، وهي آخر إحصائية للعام 2020-2021. وعرفت البرنامج المطبق بالورشة باسم الحركة بركة، الذي يحتوي على 10 جلسات بداية من طرق الوقاية، طرق الرفض والسيطرة. وأكدت مديرة إدارة الشباب والرياضة بالمحلية تهاني جعفر أن دور المحلية ممثلة في إدارة الشباب والرياضة في التوعية بمخاطر المخدرات يتم عبر قيام الورش التوعوية والأنشطة الرياضية المختلفة.
أشاد دكتور آدم الغالي بالدور الكبير والفعال الذي يطلع به ديوان الزكاة المحلية، جاء ذلك لدى مخاطبته صباح الأمس برئاسة المحلية ورشة تدريب عدد 65 مستفيد بالمحلية من جملة 450 مستفيد على مستوى ولاية الخرطوم من برامج الزكاة، والتي قام بتنفيذها أمانة ديوان الزكاة بولاية الخرطوم بالتعاون مع معهد علوم الزكاة، وطالب بزيادة حصة تنمية المشروعات التنموية والاقتصادية، ومشيرا لوجود عدد من الشرائح تحتاج إلى مثل هذه المشاريع بالمحلية. ودعا الأستاذ مدينة علي أمين عام ديوان الزكاة بولاية الخرطوم على قيام مشروع أو مشاريع جماعية صناعية وزراعية على مستوى الولاية، هذا فقد بلغت تكلفة البرنامج 4410.1 جنيه سوداني. أقامت إدارة الشؤون الدينية بمحلية شرق النيل بقاعة المجلس التشريعي وحدة الجريفات وأم دوم ورشة عمل لمناقشة قضايا الأئمة والدعاء والظواهر السالبة في المجتمع، وقدم الورشة الدكتور شعاع الدين العبيد مدير إدارة التنسيق والمناشط بالإدارة العامة للشؤون الدينية برعاية المدير التنفيذي للمحلية، وإيمانا منها بأن عملية تبصير المجتمع على أسس علمية سليمة يسهم بحد كبير في إنجاح ما تصبو إليه من أهداف وغايات عبر تبادل الأفكار والأطروحات ومناقشة أحدث الأساليب المبتكرة للنهوض بالعمل الإسلامي والدعوي والخروج بأفضل التوصيات والنتائج التي تساعد بدورها الجميع على أداء مهامهم في تبصير المجتمع ونشر الرسالة المحمدية وقيم الفضيلة. وأشار مدير الشؤون الدينية بالولاية الأستاذ طارق عبد الله إلى السعي الجاد في حل جميع مشاكل الأئمة والدعاة والخلاء والمساجد حتى يقوم الجميع بدوره المنوط به في تثبيت قيم الإسلام وروح التعاضد والتكافل. قال نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصلي جعفر الصادق المرغني أن مولانا المرغني ظل على الدوام يدعو إلى الوحدة والوفاق باستمرار حتى الآن. وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب ظهر الأمس بفندق السلام روتانا بالخرطوم بمشاركة مولانا محمد عثمان المرغني زعيم الحزب الديمقراطي وراعي الختمية وبحضور كبير من عضوية الحزب. أضاف جعفر إلى أن أي حلول يجب أن تكون شاملة وتحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، مؤكدا أن أي توقيع على أي وثيقة من أي شخص دون تفويض لا يمثل إلا نفسه. وأشار إلى أن هناك تحالفات مع بعض الجهات لحفظ وحدة السودان، مطالبا القوات المسلحة بأن تكون على مسافة واحدة من الكل وأن يكون دورهم حماية الوطن. وأكد الحسن رفضهم لتسوية الثنائية، مؤكدا دعوتهم للحوار السوداني وتحقيق الوفاق وتحقيق الاستقرار، مطالبا كل الجهات التعامل مع مؤسسات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصلي الرسمية بقيادة مولانا محمد عثمان المرغني. وأصدر قرارا بتجميد عضوية محمد الحسن محمد عثمان المرغني لتجاوزه الأسس والقوانين التي تنظم عمل الحزب ويسري من تاريخ 3 من الشهر الجاري. قام مديرو صندوق الإسكان بالولايات بزيارة لمدينة عبد الوهاب عثمان السكنية بمنطقة أم درمان، وذلك ضمن البرنامج المصاحب للدورة التدريبية برعاية مؤسسة نوفك ومعهد الإسكان بهولندا بالتعاون مع منظمة التنمية العمرانية. وتستهدف دورة التعرف على المدن السكنية والمشروعات والتحديات التي تواجه الإسكان وكيفية التغلب عليها والاطلاع على النماذج العالمية. ويتكون مشروع عبد الوهاب عثمان بأم درمان على النماذج العالمية، ويتكون مشروع عبد الوهاب عثمان أيضا بأم درمان من 230 بناية والتي تبلغ 3500 شقة سكنية، ويتم تسليم للمستحقين على مراحل مختلفة. نظم نادي سباق الخيل بالخرطوم سباقه الافتتاحي للموسم 2022-2023 بمضمار النادي برعاية لجنة تسيير النادي، وذلك بتشريف عدد من المسؤولين وملاك الخيل والحكام والمديرين وعدد مقدر من محبي وعشاق رياضة سباق الخيل. ويشتمل السباق على 4 أشواط، الشوط الأول من كأس نادي السباق الخيل على خيول الدرجة 7 مفتوح الأوزان على مسافة 6، وفازت به الفرسة دانا لمالكها مروان أمجد ومحمد رمضان. والشوط الثاني على كأس النادي على خيول الدرجة 7 مسافة 6 أيضا
فاز به الجواد الصمود، والشوط الثالث على كأس النادي خيول الدرجة السادسة على مسافة 6 فاز به الجواد هاش لمالكه فيصل محمد أحمد، والشوط الرابع والأخير على كأس النادي على خيوله الدرجة السادسة مسافة 7 فاز به الجواد السارمان. ومن جهته تحدث رئيس لجنة تسيير الاستاد الأستاذ مؤمن مرحبا بضيوف السباق بقيادات الشرطة السودانية، ومعلن انطلاقة افتتاح الموسم الرياضي لسباقات النادي 2022-2023. في ختام هذه النشرة يبقى تذكير بأبرز العناوين. وللخرطوم يجري مباحثات مع شركات المستثمرين أتراك لينفذ مشروعات حيوية بالخرطوم. وللخرطوم يقوم بجولة تفقدية للريف الشمالي بمحلية كرري. وزارة الصحة الاتحادية تعلن انطلاقة الحملة القومية للتغطية الشاملة بالناموسيات المشابهة. نهاية هذه النشرة من فضائية الخرطوم، تحياتي وإلى اللقاء.